للقضاء على سير العملية الانتخابية حتى هذه اللحظة ننتقل إلى شبكة مراسلينا حيث تنضم إلينا من المحافظة الجنوبية وبالتحديد من مركز الاقتراع بمدرسة أميمة بنت النعمان مراسلتنا سارة البدري. سارة، هل لك أن تضعينا في صورة العملية الانتخابية وكيف هي الأجواء لديكم هناك؟ بالفعل نحن متواجدون اليوم في أولى الجنوبية وتسير العملية الانتخابية حتى اللحظة بكل سلاسة ويسر، وقد شهدت اللجنة إقبالا كثيفا منذ الصباح منذ فتح باب الاقتراع بالرغم من التوقعات التي تقول بأن الأعداد ربما تنخفض في الجولة الثانية من الانتخابات. وللحديث أكثر عن العملية الانتخابية معنا القاضي عبد الله الإشراف. هل لك أن تطلعنا اليوم على تقييمك للعملية الانتخابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بغيت امسي عليكم وعلى الاخوان السادة المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، تفضلتي. بالفعل من بدينا فتح المركز الانتخابي ما شاء الله في اقبال كثير من قبل المواطنين لمارسة حقهم الانتخابي. الشيء الملفت النظر ان ما شاء الله يعني عن اليوم السابق ولا تاريخ كان السبت الفات 22 ما شاء الله، ان اشوف العدد انا في ازدياد اكثر من ذيك المره. اللي لاحظت انه ما عندنا ما شاء الله، انت مثل ما تشوفين انت المواطنين هذا في اقبال مستمر يزيد ما ينقص الاقبال اللي عندنا، والصناديق تشهد بذي الشيء الحمد لله رب العالمين. هل لاحظتم وجود اي خروقات جسيمه او شيء لافت للنظر؟ داخل الدائرة أو داخل المركز لا، الحمد لله رب العالمين لا توجد أي خروقات، والحمد لله العملية مثل ما شفتي أنت ماشي بكل سلاسة وتنظيم الحمد لله رب العالمين. خارج اللجنة هناك بعض الأحاديث حول موضوع شراء الأصوات أو ربما الدفع بعض الناخبين للتصويت لصالح مترشح معين، ما تعليقكم على ذلك؟ القانون اللي يلزمنا واللي يحكمنا ويحكم حتى المترشحين، أن أنا كقاضي سلطتي مناطقة بحدود المركز الانتخابي. فيما يتعلق بخارج المركز الانتخابي طبعا كل واحد متضرر عليه أن يلجأ يقدم بلاغ مركز الشرطة، ومن ثم يثبت الحالة اللي تفضلت فيها بحضور الشهود اللي عنده اللي يقولون انه تم شراء الاصوات من شراء اصواته من قبل المترشح لشخص معين. عنده كذلك الحساب القانوني اللي موجود، طبعا كل مرشح يبتعد عن الدائره الانتخابيه او لمده مسافه 200 متر. فطبعا الاخوان جزاهم الله خير التابعين لوزاره الداخليه سواء من قبل الضباط والشرطه طبعا قايمين باكمل وجه خارج الدائره. يعني حتى الاشياء اللي بلغتني لما انا رحت شفنا بعيننا يعني ما شفت اي من هالخروقات موجوده على الطبيعه، بالعكس هي كلها مجرد اقاويل وكلام لكن مش موجود شيء ثابت عندنا. نعم، شكرا لك. هذا كل ما لدينا حتى هذه اللحظه، وعوده الى الزملاء في الاستوديو. نعم، شكرا لك ساره، وستبقين معنا خلال اخبار الثامنه لتوافينا بمزيد من التفاصيل في المركز. ونبقى مع شبكة مراسلينا وننتقل الآن إلى محافظة العاصمة، ومعنا من هناك مراسل مركز الأخبار محمد أرشدات من مركز الاقتراع بالمحافظة مدرسة أم الحصمة الابتدائية للبنين. محمد أهلا بك، وطبعا نفس السؤال، يعني كيف تسير العملية الانتخابية لديكم هناك وخاصة من حيث إقبال الناس في أو المواطنين للاقتراع في جولة الإعادة وكذلك سلاسة العملية الانتخابية النيابية في العاصمة؟ طبعا نعم، خير مساء الخير لك ولا علي ولا السادة المشاهدين. طبعا نعود من جديد في عملية انتخابية للكشف عن هوية أعضاء المجالس النيابية والبلدية. في تمام الساعة الثامنة فتح مركز اقتراع مدرسة أم الحصم الابتدائية للبنين في الدائرة الرابعة لمحافظة العاصمة أبوابه أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يرونه مناسبا في تحقيق متطلباتهم وطموحاتهم. طبعا الجولة الأولى أفرزت لنا في هذه الجولة بما يعادل 18 مرشحا. طبعا الدائرة الثامنة فاز بها بالتزكية النائب مجيد العصفور. في هذه الدائرة تحديدا يبلغ عدد الناخبين فيها 7014 ناخب وناخبة. فيها طبعا وفاء أجور وزينب عبد الأمير وفاء أجور في الدائرة الخامسة وزينب عبد الأمير في الدائرة السابعة. 90,000 بما يزيد على 90,000 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم في الدوائر التسعة المتبقية هنا في محافظة العاصمة لاختيار 9 مقاعد لغاية الآن هي شاغرة.
إذا محمد رشيدات من محافظة العاصمة، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. وننتقل إلى المحافظة الشمالية، ومعنا من مركز الاقتراع بالمحافظة في مدرسة العهد الزاهر مراسلنا بسام البدوي. بسام، كيف تسير العملية الانتخابية في المحافظة الشمالية، وما هي مشاهداتك بعد مرور 7 ساعات على بدء الاقتراع؟ نعم، أهلا علي، أهلا خيرة، ومسي عليكم بكل خير. إذا نعود مرة أخرى هنا في جولة الإعادة في المحافظة الشمالية، وتحديدا أنا في مركز الدائرة 10 في مدرسة العهد الزاهر، حيث سارت العمل الانتخابي منذ الصباح الباكر بكل سهولة وبكل سلاسة أيضا، حيث تدفق جمهور الناخبين منذ الساعات الأولى ولا زالوا حتى هذه اللحظة يتدفقون إلى صناديق الاقتراع. بشكل نسبي يرتفع تارة وينخفض تارة أخرى، ولكنه المركز لا يخلو من الناخبين. جاءوا مندفعين، جاءوا مقبلين نحو المشاركة في صنع القرار، غير آبهين كما تحدثنا مع بعض المواطنين هنا، وقالوا نحن لا نأبه بما أسموه بدعوات التخلف وبدعوات التراجع. في الحقيقة المحافظة الشمالية كما هو معروف بأنها تحمل أكبر كتلة انتخابية وعددها حوالي 120 ألف ناخب. أيضا المحافظة الشمالية تعاد فيها تتنافس 11 دائرة، حيث حسمت الدائرة 11 لصالح جمال داود. أيضا على المستوى البلدي، على مستوى المجلس البلدي، تتنافس جميع الدوائر فيما عدا الدائرة الأولى والتي كانت قد حسمت سابقا بالتزكية لصالح علي الشويخ، والمحافظة أو الدائرة الثالثة والتي كانت قد حسمت لصالح عبد الله الدوسري، والمحافظة السابعة لصالح بدور جعفر بلديا. وللمزيد والاطلاع أكثر حول العملية الانتخابية وسير العمل الانتخابي هنا في المركز، يسرني أن استضيف معي هنا سعادة القاضي جاسم الجبن. أمسي عليك بالخير. يا مرحبا فيك أخوي بسام. كيف سارت العملية الانتخابية، أو كيف تقيم، ما هي قراءتك الأولى منذ الساعات الأولى وحتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عملية انتخابية لا زالت مستمرة من الساعة 8 لغاية الآن الساعة 3:15. نفس ما تفضلت، عملية الوفود للناخبين مرة ترتفع ومرة تنخفض لكن بدون انقطاع، فهي عملية مستمرة حتى في ساعات الظهيرة. يعني توقعنا أن تكون ساعات الظهيرة فيها انخفاض، ولكن تمت العملية باستمرار، وهذا يدل على وعي الناخب البحريني، لأن جولة الإعادة لا تقل أهمية عن الجولة الأولى وهي جولة الحسم. فمن خلال الرؤية الأولية، من خلال عدد توزيع أوراق الاقتراع، ومن خلال مشاهدة الصناديق الشفافة، يعني أغلب الصناديق ارتفعت لمنتصف الأوراق لمنتصف المستوى، فأنا أتوقع أن بيكون عدد التصويت في هذا اليوم مقارب مع عدد التصويت في الجولة الأولى. نعم سعادة القاضي، بما أنك رئيس اللجنة، بالتأكيد هناك حالات استثنائية مرت هنا عليكم سواء من جهة المترشحين أم من جهة الناخبين، اذكر لنا بعض هذه الحالات وكيف تم التعامل معها. طبعا بعض الحالات هناك من لا يجدون الغراء والكتابة يحضرون أمام اللجنة ويقومون، وأقوم أنا بصفتي رئيس اللجنة بتلاية أو بنتلو عليهم الأسامي، أسامي المترشحين، وأيضا هناك نخليهم يشاهدون صور المترشحين في ورقة الاقتراع ويقومون بالاختيار بالتأشير عليهم، ومن ثم أقوم باختيارهم وثبت ذلك في محضر الاقتراع. هناك حالات أخرى، حالات بعض الناخبين يكون هناك كفيف، فالكفيف يدلي باللفظ بعد أن أقول له الأسامي المترشحين، ويقوم باللفظ وأقوم بالاختيار عنهم وتثبيت ذلك في المحضر ووضع الورقة في الصندوق المخصص لها. وهناك بعض الحالات دون قصد، يعني يحضر بعض الناخبين ويحاولون التصوير بالهاتف، يعني هم يعني لا، في بعض يجهل تلك المخالفة لعملية الاقتراع، لكن جميع الحالات التي رصدت يحضر الناخب ويقوم بتكلم معه بكل لطف، ويقوم بمسح الصورة أمامي، وتأكد بعد أن مسح الصورة من الهاتف يضع ورقة الاقتراع في الصندوق ونيسر الأمور. سعادة القاضي، هل أثرت هذا النوع أو هل تؤثر في سير العمل الانتخابي أم لا؟ بتاتا، وخصوصا اليوم ولا أحد من المترشحين قدم أي احتجاجات. نعم. سواء من ناحية التنظيم أو من أي حد، أي هناك تشويش من قبل
مترشح على احد الناخبين او هناك الامور ناس ما تفضلت سلسة وماشي من أحسن. سعادة القاضي جاسم الجبن شكرا جزيلا لك. تسلم مرحبا فيك. إذا خيرة دعيني أخبرك أن هناك بعض المترشحين لا يتمنون أن يكون هناك تمديد لوقت الاقتراع وذلك بحجة التعب الشديد وهذا كل ما لدي وأعود إليكم. شكرا لك بسام الدوي كنت معنا من الشمالية وننتقل الآن إلى محافظة المحرق حيث يوفينا من هناك مراسلنا مراسل مركز الأخبار محمد بعيدة بآخر مستجدات العملية الانتخابية من مركز الاقتراع بالمحافظة مهد الشيخ خليفة بن سلمان. محمد أهلا بك، بداية كيف تسير الأجواء في محافظة المحرق خاصة أن المحرق شهدت في اليوم الأول من الانتخابات يوم 22 السبت الماضي إقبال شديد حتى قبل فتح مركز الاقتراع، كيف هو الحال اليوم؟ أهلا خيرة، الحال كما هو عليه منذ الصباح ولكن الآن نوعا ما يعني خفت الحركة، يعني أتوقع ساعات الذروة ستبدأ احتمال من الساعة 6 مساء. محافظة المحرق قد ممكن أن نسميها يعني محافظة المفاجآت، يعني منذ الصباح إلى الآن هذا المركز مركز معهد الشيخ خليفة تسلم منذ الصباح 6500 بطاقة حسب قاضي المركز أخبرنا بأن هناك 3500 بطاقة تم إدخالها إلى الصناديق، على الرغم من أن الحركة يعني خفيفة نوعا ما ولكن لا يزال الناخبون يدلون بأصواتهم. أخيرا في محافظة المحرق نيابيا يدلي 51649 ناخبا بأصواتهم بعد حسم كل من الدائرة الرابعة للمرشح عيسى الكوهجي والدائرة الثامنة للمرشح عبد الرحمن أبو علي، ما يعني أن المحافظة محافظة المحرق لنقل خسرت 16969 صوت لن يصوتوا نيابيا كون أن دوائرهم حسمت منذ الجولة الأولى ويبقى 6 دوائر. بالنسبة للوضع البلدي هناك بيدلي 60714 ناخب بأصواتهم بعد حسم الدائرة الرابعة فقط بلديا للمرشح غازي المرباطي، ما يعني أن الدائرة الرابعة في المحرق حسمت منذ الجولة الأولى نيابيا وبلديا. ملاحظة أخرى أن النجاح في هذه الجولة لن يكون حسب الجولة الأولى 50%، سيكون حسب الأغلبية المطلقة، من يأتي بأكثر الأصوات هو من سيفوز بالمقعد، نعم أكثر عدد الأصوات هو من سيفوز بالمقعد النيابي أو البلدي. من ضمن المفاجآت أيضا في محافظة المحرق هناك المرأة تدخل الإعادة بلديا فقط بواقع 3 نساء، للأسف المرأة لن يكون لها أي حظوظ تذكر في الانتخابات النيابية 2014. نعم هذا بالنسبة للمحرق ستشهد. نعم. هذا فقط للمحرق. نعم. بعض الدوائر في المحرق ستشهد منافسة جدا كبيرة وجدا ساخنة، تصل قد سماها بعض المحللين بأنها تصل إلى درجة كسر العظم ما بين الجمعيات السياسية. نحن لسنا في حل لذكر هذه الدوائر كي لا نخرج عن خط الحيادية. آخر ما يمكن أن أنقله لك أختي خيرة، أوجه رسالة إلى الناخبين، التعديلات الدستورية الأخيرة هي تعديلات خطيرة جدا وجسيمة جدا ومهمة جدا، مثلا هذا المجلس النيابي 2014 سيكون أول مجلس من حقه رفض برنامج الحكومة، هذا واحد. اثنين، سيكون أول مجلس من حقه أن يفاوض الحكومة منفردا في الميزانية العامة.
ولذلك أوجه رسالة إلى الناخبين، تخيروا لأصواتكم. إليك خيرة. شكرا لك محمد بعيدة، كنت معنا من محافظة المحرق، وشكرا لجميع لشبكة مراسلينا في محافظات المملكة.